باذن الله باذن الله اللي راح حق عليه المركز الاول واخذ عليه المركز الاول باذن واحد احد ان شاء الله. ابو سالم انصح ينسحب ولا ينافس. حتى القريصه ثابته ما شاء الله. هل تعتقد ان بطوله الخليج ستقام هذا العام؟ تعتقد ان في الموضوع شويه حساسيه؟ تصريح قوي الصراحه. عارفين انتوا جايين وين؟ انا عارف وين جاي. وين جاي؟ جاي هازمي. من البدايه؟ من البدايه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ طيبين. مساكم طيبين؟ الحمد لله. شيخ شلونك؟ والله بخير. طيب طيب. الله يسلمك. سلامة. الله يسلمك. مساكم الله بالخير. ضيفنا لهالحلقه ضيف مميز جدا، نتشرف انه يكون معانا. هو وعدنا من قبل انه يروح ويانا واوفى بوعده، وهذا هو اليوم في فقره بدون تحفظ. معانا سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل ال ثاني، رئيس اللجنه المنظمه لسباقات الهجم. مساك الله بالخير. يا هلا والله ومرحبا. مرحبتين اخ حسن. بعد الله يعطيك العافيه وشكرا على الموافقه على اجراء هذه المقابله. الله يسلمك. لا شكرا على واجب، وهذا واجبنا ونحن حاضرين. الله يسلمك. جزاك الله خير. في البدايه نهنئكم بهذا التنظيم الجميل والاكثر من رائع على مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن ثاني، طيب الله ثراه. الحمد لله رب العالمين. المهرجان مثل ما انت شايف انه طلع على احسن ما يرام، وكل الصراحه يرجع الفضل لتوجيهات سمو الامير الشيخ تميم بن حمد الخليفه. الحقيقه انه هو دائما داعم هذه الرياضه ودعم كبير ومشجعنا دائما تواجده معنا مثل ما انت شفت وفي الميدان وكذا، فيعطينا دافع اكثر واكثر لنقدم الافضل. إنجازاتكم جميلة جدا سعادة الشيخ، ودائما من تقدم إلى تقدم، من إنجاز لإنجاز. نتكلم على الميادين الجديدة، في ميادين جديدة راح تقام في الدولة غير ميدان التحدي في الشحاني. والله أنت مثل ما شفت الميدان هذا أنشئ حديثا وميدان متطور في كل المجالات. الحقيقة كانت تعليمات من سمو الأمير الشيخ تميم انه يكون من افضل الميادين في المنطقه. وبالنسبه للميدان الثاني اللي هو ميدان البصير، وقمنا عليه بعض السباقات في هذا الموسم. بالنسبه لميدان جديده هناك دراسه، ودراسه جاده، والحقيقه توجيهات من سمو الامير لانشاء اكثر من ميدان، لان تعرف العدد المشاركين والجماهير تزايد سنه عن سنه، فلا بد ان نحتاج اكثر من ميدان واكثر من العزب للمشاركين. طيب نذكر اماكن هذه الميادين. انا سمعت انه في ميدان من هالميادين بيكون في مباب، صحيح؟ صحيح، جنوب مباب يعني ان شاء الله. وين كم ميدان بيكون وين تقريبا مناطقها؟ هو الميدان هذا الحين اللي معمول له دراسه، ان شاء الله بيكون تنفيذه قريب ان شاء الله، لكن انه في الوقت الحاضر معمول كل الدراسات له ومجهز له حتى علاماته، لكن ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله بيكون يبتدي في العمل. هل هذا الميدان ميدان مباب راح يكون على نفس مستوى ميدان الشحانية؟ إن شاء الله. أو أعلى منه؟
لا ما اعتقد انه على، لان تعرف هذا الرئيسي يعني مثل الملاعب الكره يعني دائما تلقى فيه ملعب هو المميز، هذا اكيد انه بيكون. انا هذا الميدان نظرا لكثره الجماهير فيه وانشاء العزب الحديثه في هذا الميدان والاناره، لكن هذاك بتكون فيه كل المواصفات يعني اللي بتخدم المشاركين. متى مخطط افتتاحه؟ والله شوف هو الحين ما اقدر احدد لك موعد بالضبط، لكن الميدان الخرائط كل شيء جاهز، علامات الميدان موجوده، لكن ان شاء الله في القريب العاجل اتمنى ان احنا من الحريصين على انه يقام في اسرع وقت. نحن على ابواب بطوله الخليج للهجن. نتكلم على هذه البطوله، يعني مثل ما احنا عارفين ان البطوله على ابواب والوضع اللي احنا فيه الوضع الراهن صعب تنقل الحلال المشاركين من هنا الى دوله الكويت. دور اللجنه المنظمه لسباقات الهجن وانت على راسها في تسهيل مشاركه القطريين في مع اخوانهم في بطوله الخليج في الكويت. هو الحقيقه عندنا في الكويت في سباق تاريخه يوم 10/2 في 10 فبراير. بالنسبة للهجن بتكون تحمل من هنا في البواخر إلى ميدان ميناء الكويت. بالنسبة لسباق الخليج، تعرف سباق الخليج تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وما زالت هناك في اتصالات على أساس إقامة هذا المهرجان، خاصة أن تعرف إحنا كخليجيين نحرص أن مثل هذه البطولات زيادة في البطولات في المنافسات بين الأشقاء والتقارب. فيعني كل من كانت في بطولات خاصة اللي تجمع أبناء الخليج إحنا دائما ندعمها ونرحب فيها. طريقة نقل الحلال عن طريق البواخر، انت ذكرت ان انتم راح تنقلونها، هل معناته ان اللجنة المنظمة راح تتحمل تكلفة أكيد نقل مطايا المشاركين؟ اكيد اكيد ان شاء الله، وكل اخوان حريصين على المشاركة في الكويت. كل اغلبية عشاق هذه الرياضة في ميدان الشحنية طالبونا بالذهاب الى الكويت، احنا بنستأجر البواخر لهم توصيلهم والعودة مرة ثانية الى الكويت. وفي بعد تعليمات من سمو الأمير ان احنا نستأجر باخرة خاصة للإخوان العمانيين لنقل هجنهم من ميدان الشحانية، لأن تعرف متواجدين عندنا مجموعة كبيرة، نقلهم إلى ميدان الكويت. وحتى لو كانوا هجن خليجية أخرى في عندنا في ميدان الشحانية إن شاء الله بيكون نقلهم على حساب لجنة سباقات الهجن. إذن دوحة الجميع التي تستضيف دائما الجميع أيضا تراعي الجميع. إحنا الحين على أبواب المهرجان القادم، مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. تكلم على هذا المهرجان جديدة مفاجآته، يعني مهرجان المؤسس شفنا فيه مفاجآت أسعدت الجميع، تتكلم على هذا المهرجان. بالنسبة لسباق الأمير الوالد، إحنا تعرف عندنا سباق الكويت، فحاولنا ننسق بين لجنة سباقات قطر والكويت على أساس إنه ما يكون في تضارب في المواعيد. أعطناهم الفرصة إنهم يعملون سباقهم، وبعدها إن شاء الله بيكون عندنا المهرجان سباق سمو الأمير الوالد، وإن شاء الله سوف نحدد له موعد خاص ونعلن عن جوائزه. نتوقع أن الجوائز راح تكون عالية مثل مهرجان المؤسس؟ إن شاء الله أتمنى نبشر الله. الملاك يعني أتمنى إن شاء الله تكون كذا. إذا سعادة الشيخ يبشركم ملاك الهجن بأن مهرجان سمو الأمير الوالد راح تكون فيه جوائز كبيرة وضخمة، إن ما كانت مثل مهرجان المؤسس فهي راح تكون أعلى منه، صحيح؟ نعم إن شاء الله. سعادة الشيخ، مع هذه المهرجانات وهذه الجوائز والهدف منها نشر هذه الرياضة، والحمد لله مثل ما نشوف شفناها منتشرة بشكل كبير وفئة كبيرة من الشباب توجهوا إلى امتلاك هذه الهجن، أين توزيع العزب من هذا الموضوع؟ هل سيواكب هذا الانتشار وهذا التوسع في امتلاك الهجن توسع أيضا في فرز العزب؟ احنا كل فترة وفترة تطلع لنا عزب لما نخاطب الجهات المسؤولة ومختصة بهذا الشيء، مثلا البيئة والبلدية، فتروح الجهة أريد وجهات يعني عدة جهات كهرمان على أساس أنه يسمحون لنا بالموقع والمخطط للعزب هذه. ففي بعض الناس يستعجلون، وين العزب ويلا ويوميا جايين ولا تنسوني وكذا كذا، لكن احنا والله صراحة ودنا أن نعطي. أنا معك أن في بعض الناس مستحقين وما زالوا ما حصلوا عزب، ومن حقهم أن يحصلون على عزب، لأن احنا سنويا يشاركون عند الناس جدد، ويمكن في ناس يجي يشارك جديد ويشتري ويدفع فلوس يشتري هجن ومحتاج حق عزبة، رغم أن الحين في الوقت الحاضر صارت المواقع العزب بعيدة جدا عن الميدان، يعني يمكن أكثر من 5 كيلو 6 كيلو يمشي على حتى توصل هجنة الميدان. عملنا ميدان البصير على أساس خفف المسافة قربها بالنسبة لهم، لكن احنا تعرف لما نحصل على عزب
بالكثير نحصل على 300 قطعة. أنت تصدق أن عندي الطلبات 8000، والمخطط اللي بيجيني فيه مخطط جديد فيه 370 قطعة. يعني من بترضي ومن بتعطي ومن بتخلي، فإحنا يعني مشكلة بالنسبة لنا صراحة. وإن شاء الله أتمنى، أنا صراحة لو إن على كيفي كان والله أعطيه، ما في طلب يقدم إلا يكون يصرف له عزبة، لكن إن شاء الله إحنا شوي شوي نحاول نغطي لهم المجموعات اللي يستحقونها. تكلمنا عن العزب وما عزب، وبدينا نتكلم على بعض الأمور اللي تهم ملاك الهجن. نتكلم شوي على، يعني إحنا شفنا في مهرجان مؤسس الشوط الرئيسي كان مفتوح ناحية المنشطات، نتكلم على هذه المنشطات وعلى قوانين المنشطات والعقوبات والأمور، يعني شيء اللي ملاك الهجن دائما يسألون عنه. هذه إزعاجها أكثر من العزب. تعرف المنشطين في منهم من يجي ويحلف وإني أنا ما نشط وإني أنا ما عملت أي حاجة، وفي منهم تعرف يعني متأثر من المبلغ الكبير اللي هم يدفعونه 50,000، والمشكلة إن في ناس في السباق الواحد يمكن تكون عليه غرامة أكثر من 200,000، يعني أكثر من مطية مشارك فيها. والحقيقة هذه تعرف، أنا أقول لك أكون صريح معك، هذه مؤثرة بالنسبة للمشاركين. أنا أعرف ظروف المشاركين وأعرف إمكانياتهم، لأن تعرف إحنا لما هو عنده عمال يشتغلون، عنده مصاريف العلف حق الهجن، مصاريف العزبة، ضيوفه اللي يجونه في العزبة، بعد بيته هناك وأهله محتاجين، يعني تلاقي راتبه، إذا كان راتب إذا طلعت عليه غرامة 50,000 بس في السباق في أسبوع واحد، وجل الأسبوع الثاني وطلعت عليه 50,000، يعني تصور هذه خلاص وين بيقدر يسدد حق العمال، بيسدد الغرامة أو يسدد حق البرسيم اللي يشتريه، وتعرف البرسيم غالي عندهم، فمساكين يعني مضررين صراحة. أنا أقولها يعني ما خبي عليك هالشيء. طيب هذه المنشطات ونتركها خلاص، تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. أنا لو على رأيي يعني ما تكون تزيد الغرامة عن 10,000، ويعني بيكون أفضل. لكن لما مثلا العاشر جايزته 2000 ريال وطلع عليه غرامة 50,000، يعني هذا أنا أشوفه من بعد. جميل. ذكرت الشيخ أن يعني مع الغرامات مالك الهجن عنده صرف عمال، ضيافة وبرسيم، ونقول القات. تبغيني أقول لك شيء؟ قول. اللي حصل الحين، خلنا أكون صريح معك، أن الناس هذول اللي تدفع غرامة التنشيط إيش ما يدفع حق البرسيم حق اللي اشترى منه، ولا يدفع حق البغالة اللي كان اشترى منها الأغراض، ولا يدفع رواتب العمال. فصارت المشكلة يعني بعد أكبر، يعني عمال يشتغلون في العزبة بدون رواتب، يعني تؤثر على المجتمع. أثرت على، نعم. من المنشطات نروح على موضوع الذكاثة اللي هو القت والبرسيم. الآن مشكلة القت اللي كل سنة يعاني منها ملاك الهجن، أنتوا كلجنة منظمة وين دوركم من هذه المشكلة؟ شوف أنا بقول لك في الحقيقة، الكل لازم يعرف أن عندنا في شهر 7 و8 و9 هذا الجو حار، وتطلع في حشرات في الجت تتأثر على الجت يعني ونموه في الوقت في الشمس والحرارة في هذه الأشهر، ويتأثر الجت يعني تصير حتى إنتاج السير يقل، فيتأثر يرتفع سعره. ودائما هذه حاجات تعرف في مواسم ترتفع في كل شيء. الحين لو تروح تشتري الجت هذا بتلاقيه على ريال ونص اليوم، وأحسن نوعية الصباح البدري اللي الناس تعطي الهجن يمكن تلقاه ب3 ريال. احنا كنا نشتريه، كنت أنا أشتريه ب18 ريال في اليوم، يعني كنا ناخذ احنا أكثر من 1000 ربطة على 18 ريال. وصل لـ30 يا شيخ. أنا بداية برنامجي هذا يعني سويت تحقيق عن موضوع القت، وكنا في سوق القت وصل لـ30 ريال، أنا كنت موجود في السوق. والله أنا عاد ما أدري، إحنا تعرف في نتعامل مع أشخاص على طول الموسم. طيب أنتوا كلجنة بس يمكن هو يعمل عنده طريقة إنه يبيعني الحين ب18، ولما يصير ب4 ريال هو يبيعني بنفس السعر فيعوض سعره هذا اللي كان يعمله لي. ممكن. طيب الشيخ أنتوا كلجنة منظمة ما حاولتوا تحلون هذا الموضوع بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وزارة البيئة، البلدية؟ لا الحين في وزارة الاقتصاد عملت حددت سعر من 15/10 بيكون سعر البرسيم على 3 ريال.
زين قبل 15/10 تكلم على هذه مشكله المشاركين. هذا الحين هم تكلمون معي في النقطه هذه، قالوا احنا في 15/10 يعتدل شوي السعر، لكن الايام اللي فاتت ذيك ما بيعتدل، بيكون السعر هو الغلا بيصير في شهر ايش 8 و9 ويعني بدايه 10. نعم هذا يكون الغلا فيها جدا مرتفع سعر الجد. طيب شيخ، في منهم من طلب اللجنة المنظمة أن يعني تتفق مع وزارة البيئة أو البلدية أو الجهة المختصة بتوفير مزارع، اللجنة نفسها تشتري منها وتبيع على ملاك الهجن، كذا بيتم المحافظة على السعر. هذه إحدى المطالبات. إحنا في الحقيقة في قبل كم سنة جانا مسؤولين من حصاد على أساس إحنا خصصنا لهم موقع هنا في الدورة، حتى وسط الدورة، إنهم يزرعونها كلها لنا برسيم، واحنا نتحمل يعني اكثر التكلفات، ونكون هم بعد احنا ما نريد ناخذ اللجنه نبيع، لا نبقي هم يبيعونا بس يكون سعر يعني محدد للمشاركين. والله هو جو عمله ودراسه بس ما حصل شيء. فاتمنى الناس الحين في مزارع طالعه جديده انها تغطي المحصول هذا، فان شاء الله اتمنى انها تكون. هي الحقيقه مشكله يعني هذا الجت، المنشطات، العزب، هذه ثلاث مهمة بالنسبة حق الملاك الهجن ومصدعة براس اللجن. عشان كذا احنا قلنا لازم نسألك، لان هذه الأسئلة الرئيسية عند انا اليوم الهجن. اول مرة اجاوبك عن موضوع المنشطات، لان المنشطات صراحة متأثرين منها جميع المشاركين، متأثرين منها جدا. اللقاء ممتع معك سعادة الشيخ حمد، لكن بما ان الشمس الحين بتغيب وللحين باقي عندنا الجزء الأهم من اللقاء، هو كل اللقاء مهم جدا، فقرة بدون تحفظ، وش رايك ناخذها في المجلس في الغرافة؟ إن شاء الله حاضر. نتحرك؟ بس ما نكون واقفين. إن شاء الله. حياك تفضل. تفضل شيخ. معاكم من الرئيس إلى الغرافة وإلى مجلس سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني عشان نشوف معاه فقرة بدون تحفظ. طبعا الفقرة هذه سعادة الشيخ أنت عارفها. نعم شفتك ببعض البرامج يعني. توقع يعني على صراحتك اليوم وعلى الأسئلة اللي سألناك إياها وشفافيتك في الكلام، توقع اليوم في سؤال راح تحفظ عليه ولا لا؟ ما أعتقد أتحفظ على شيء صراحة. طيب نوضح لك آلية الفقرة. طبعا هنا 4 اسئله اعدها فريق البرنامج، انا ما شفتها ولا اعرف وش هي الاسئله. يحق لك يعني تتحفظ على سؤال واحد، ما تبي تقرا او تبي تقرا وما تبي تجاوب عليه من صلاحياتك، وتجاوب لنا على 3 اسئله اقل شيء ان شاء الله. حاضر. طيب نقول بسم الله نقرب لك الاسئله ونشوف اول سؤال. مكتوب هل تعتقد أن بطولة الخليج ستقام هذا العام؟ لا ما راح تقام. تصريح قوي الصراحة. لا حسب ظروف المنطقة وكذا، وأن السباقات هذه إحنا دائما نخليها تجمع المحبة والتآلف بين شعوب المنطقة، فأعتقد أن في الموضوع شوي حساسية، فأعتقد السنة ما راح تقام، لكن إن شاء الله في تتسهل الأمور إن شاء الله تروح هذه الغمامة على دول الخليج، وإن شاء الله ترجع المحبة والألفة بينهم إن شاء الله. إحنا دائما نتمنى أن الرياضة تكون دائما سبب من الأسباب التجمع والتعارف، وهذا دائما ما عودونا قادتنا خاصة سمو الشيخ تميم سمو الأمير الوالد، أن دائما تكون هذه الرياضة لم الشمل بين أبناء المنطقة من بدايتها في الحقيقة يعني. إن شاء الله إحنا نتفائل خير إن شاء الله. طيب السؤال الأول وعدينا، شوف السؤال الثاني. يلا يسن. هل تعتقد أن رياضة سباقات الهجن هي الرياضة الشعبية الأولى التراثية الأولى في قطر؟ أكيد هذا الشيء، أعتقد ما في رياضة مثلها في قطر.
كرة القدم ولا كرة القدم. أنا أكون صريح معك، أنت يوم اللي فيه سباق تتفرج هنا. يمكن في الماضي كانت يمكن كرة القدم تشد، لكن الرياضة أغلبية لعبة كرة القدم وجماهيرها تلاقيهم عندنا في ميدان الشحانية، والدليل على أن أكثر الهجن تلاقيها تحمل شعارات بعض الأندية. لكن بالنسبة أولا لجلب السياح، الناس اللي بتحضر، إحنا عندنا يعني يمكن قبل الحصار كانت يعني ميدان الشحانية، الفنادق عندنا كانت تلاقيهم في المولات أبناء المنطقة الخليج كله جايين بسبب السباق. إذن يعني مهرجانات الهجن تعتبر من العوامل السياحية الرئيسية في الدولة؟ أنا أقول لك بشهادة مسؤول في الدولة أن ما في حد ينافس سوق واقف في قطر إلا الشحانية وسباقات الهجن. جميل. هذا كلام مؤكد. جميل. نعم. وأنت كلامك كله مؤكد الشيخ. الله يخليك. والمؤكد إن إحنا نبي بعد جواب ثالث منك. من هو المضمر الأفضل على الإطلاق في عالم سباقات الهجن؟ صراحة الفترة الأخيرة برزوا أكثر من مضمر، مضمرين ممتازين، والدليل على أن احنا في كل سنة يكون في تكريم لأحد المضمرين في دائما اللجنة الأولمبية برعاية سعادة الشيخ جوعان، أنه يخصص تكريم لكل الرياضيين من ضمنهم مضمرين سباقات الهجن. فأعتقد أنه دائما يتميز كل فترة يتميز. أما في السابق صراحة كان ناصر المسفر الشهواني كان هو من أفضل، حقق إنجازات في قطر كنا محتاجينها في ذاك الوقت، وكانت هجن الشيخ عبد الله معروفة في المنطقة ككل، رغم أن كانت هجن ناصر اللي كان ينافس عليها عددها قليل. أنا يعني أختار ناصر لأن في أسباب، كانت الهجن اللي عند ناصر ما كانت تتعدى يمكن 50 رأس من الهجن، لكن كان يحقق بها إنجازات. بعكس الحين العزب تلاقي فيها أعداد كبيرة من الهجن ومطلوب منها إنجازات. بس بالنسبة للمضمرين في الوقت الحاضر مرزوا كثير على الساحة، يعني عندك سالم فران، عندك محمد مخاد العطية، في عندك مضمرين من الخاصين يعني في من ابناء القبائل كثير، يعني مضمرين برزوا في الفترة الأخيرة. من؟ والله الحقيقة أنا ما أقدر أعد لك الأسامي، لكن في مضمرين ممتازين جدا، ولو حصلوا الفرصة أنا أعتقد أنه بتطلع لهم بعد شان كبير في التضمير. الشيخ أنت الحين جاوبت على ثلاث أسئلة، في سؤال رابع عد هذا لك أنت، يعني مش ملزم أنك تجاوب عليه وتقرأ، لكن ما يهمك بين الله. صراحة أنا بشوف السؤال وشو أصلا. من هي الشخصية التي أثرت عليك في عالم سباقات الهجن؟ الشخصية أكيد سمو الشيخ تميم، الحقيقة دعمه وحضوره هو لهذه الرياضة وتشجيعه لنا الحقيقة من البداية، وإنشاء لهذه المهرجانات الميادين يعني خلتنا الحقيقة أنه شيء أبهر الجميع، وحرصه دائما وتواجده شيء طلع أثر عليه كثير يعني الحقيقة، وأحب هذه الشخصية الحقيقة من البداية، يعني شخصية شاب طموح عنده كل نظرته بعيدة في الحقيقة سواء في شعبه أو في العمل في كل شيء. بالتأكيد هو الشخصية الأبرز لكل مواطن قطري ومقيم في هذه الأرض الطيبة، أنه هو المؤثر الرئيسي فيه. حتى وقفته في أزمة الحصار، يمكن لو أي حد شخصية ثانية يمكن يهتز في هالوضع، لكن ما شاء الله عليه تحدى كل الظروف يسافر. إحنا لما يسافر أنا واحد صراحة كثير أخاف من لما يسافر الشيخ، أكون قلبي يعني الحقل أفرح لما يرجع، لأن تعرف الشيخ تميم يعني حماسه وطموحه وشجاعته يسافر الدول الأفريقية ويروح أمريكا وأوروبا يعمل جولات رغم أنه غير ما عملها، بس سموه أنت شايف شجاعته كيف، صراحة يعني شيء يخوف، لكن هو صامد الحقيقة، هو رمز الشجاعة لنا أكيد. ومثل ما قالوا أنا
يعني محبته للشعب كل الشعب يحبه. كل الشعب وحتى محبة الناس لسيدي سمو الأمير فاقت الشعب، حتى نرى في كل دول العالم حاطين صور تميم المجد ولاحاته. أنت لو شفت عملنا صورة في ميدان الشحنة عشان التوقيع، والله ما أخذت لها ساعات، تعبت كلها كاملة. في لندن واحدة من البنات الصغيرة يعني جوالها على صورة سمو الشيخ تميم، وكانت تلبس دائما الشيرت مالها كلها صور الشيخ تميم. فمره يسالها صاحب تاكسي كانت راكبه فيه، تقول لها، يقول لها هذه الصوره انا اشوفها عند كل حد، مين هذا؟ تقول لها، قالت له هذا الحاكم مالنا، وهذا تقول له الكينج مالنا الشكل تكلم معه. فتقول له هذا، قال انا كل حد اشوفه دائما اشوف هذا الصوره في الجوالات، اشوفها لابسينها على صدورهم على كذا كذا. يعني شيء غريب. أثره أثر سيدي سمو الأمير الله يحفظه دام موجود في قطر وفي كل أنحاء العالم. الله يخليه إن شاء الله ويطول في عمره ويتمم علينا الأمن والأمان، هالكلمة الأخيرة اللي بقولها لك. والحمد لله أن احنا بقيادته مرتاحين، والحمد لله البلد ماشية في أحسن ما يرام. وانت شايف رغم الحصار احنا سباقات ومزاين ورياضة وكل شيء ماشي في البلد، والحمد لله. الحمد لله. شكرا لك سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، كنت ضيف كريم ويانا في هذه الفقرة. أنا شكر لكم اليوم وسعيد أن أكون معاكم في هالفترة، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق لإذاعة تلفزيون قطر دائما التقدم. الحقيقة أنا شاكر لكم. شكرا لك. إذن مشاهدينا وصلنا معاكم إلى نهاية فقرة بدون تحفظ مع سعادة الشيخ، لكن ما زلنا معاكم نواصل فقرات برنامجكم ميدان الهجن. في فقرة التحدي نحاول أن نحافظ على رياضة الآباء والأجداد من خلال مشاركة إخواننا وأبنائنا في هذا التحدي. خلونا نشوف في هذه الفقرة من اللي بيتحدى ومن منهم راح يحصل على جائزة هذا التحدي. صالح بن سعيد المري جاي اليوم للمهرجان. أنا جاي ما قدامي إلا التحدي، وما قدامي إلا إن شاء الله المركز الأول، وإن شاء الله إني راح أحققه بإذن الله. ينافس غباري ما ينافسني أنا، الوعد خط النهاية. البعير جاهز وله إنجازات، حقق مراكز الأولى أكثر من مرة، وبعير أنا واثق منه بإذن الله سبحانه وتعالى. أنصح بالماي على خط النهاية عشان بيعجز على ثري، هو بعير. بإذن الله بإذن الله اللي راح حق عليه المركز الأول، وأخذ عليه المركز الأول بإذن واحد أحد إن شاء الله. أبو سالم أنصح ينسحب ولا ينافس. أتمنى من المنافس أنه يرجع للعزبة، ما في مجال أنه يسابق معي اليوم. وأنا جاهز للتحدي. وصلنا معاكم إلى فقرة التحدي، تحدي ما بين بريك بن سالم صالح بن سعيد. بريك جاهز؟ اي بالله جاهز. وانصح صالح وانصح اللي بياتي بعد معهم المشاركين انهم ما يشاركوني، لاني جاي هنا وان شاء الله صالح ما يشوف الا غباري. انصح انه يرجع العزبه، ما في مقارنه اليوم. اذا هو يبغى الخير يرجع يشارك مع احد غيري. الثقه معلش، الثقه هذه من وين جايبها؟ جايبها من مجهودي والحمد لله رب العالمين، متوكل على الله سبحانه وتعالى، والبعير انا واثق منه باذن الله سبحانه وتعالى، ان الله وفق البعير ما يخذلني اليوم. صالح بريك جايك هجوم كاسح، شو ترد عليه؟ ارد عليه انه ينافس اخباري وانصحه بدبه الماي. لحظه، ينافس اخبارك معناته حتى ما ينافسك انت، بس اللهم تبيه ينافس اخبارك. أيه. يعني انت بتروح عليه؟ بروح وبخليه ان شاء الله. تصريح قوي.
هنا تصريح يقول الله ما حتى ما لا تنافسه. الله يوفقه، لكن انا كلامي ما حايد عنه ومتاكد منه. بعير اللي انا محضر بعير له انجازات ودايم حق مراكز اولى، وان شاء الله ان الله يوفق اليوم باذن الله. امين ان شاء الله يوفقك ويوفق صالح. يوفقه ان شاء الله، الله يوفقه. امين امين. صالح الرجال يقول هو جاهز وبعيره جاهز وله انجازات، انت ايش رايك؟ الوعد النهايه. الوعد في النهايه، احنا بيبان في النهايه، لكن بعيرك جاهز انت؟ جاهز وانا له. جاهز وانت جاهز؟ نعم. من متى وانت تجهز لهالموضوع؟ قد لي حول اسبوعين. اسبوعين؟ نعم اسبوعين. هو يتجهز لك؟ انا جاهز طول العمر قدام. جميل جدا هذا التحدي، ما يحتاج اني انا انرفزهم او ازيدهم شوي من التحمس، متحمسين جاهزين، كل واحد جاي فيهم مستعد، اللي له اسبوعين واللي له العمر كله وهو جاهز يبي يفوز في هذا التحدي. وبنشوف من اللي راح يحصل على جائزة هذا التحدي 50 كيس شعير عند خط النهاية. نقول بسم الله ونبتدي معهم الله. هذا التحدي. وابتدى التحدي. ونشوف بريك وصالح، وصالح ما شاء الله عليه متقدم، وإذا بريك نشوف صالح. ما شاء الله عليك يا صالح، ما شاء الله عليك يا صالح، جاهز ولابس لبس من تحت، لبس ركوب يعني، ما شاء الله عليه صالح متقدم. وبريك والله خلنا نشوف بريك. والله بريك يعني 50 متر نقدر نقول ما بين صالح وبريك، مع ان تحديات بريك كانت قوية جدا الصراحة، لكن مثل ما قال صالح ما يتحداني، يتحدى غباره. وخلنا نشوف ما شاء الله صالح راح حتى القريصة سبقته ما شاء الله. بريك نشوفه يحاول بقوة يبي يوصل عند صالح، وصالح ما شاء الله عليه متقدم، وهذا صالح يطالع ورا ويشوف. وصلنا لل 300 متر، صالح عنده 300 متر، بريك بينه وبينه تقريبا 100 متر. بريك شكله سلم، شكله سلم الموضوع، وهنا اعلن صالح فوزه. وبريك لحد الحين بينه وبينه 150 متر. يقول الناموس لصالح، ومعوض خير يا بريك، للحين مع بريك ننتظره يوصل خط النهايه. معوض خير يا بريك، ونقول الناموس لصالح. نقول الناموس صالح فاز على بريك، لكن بريك بما انه انهزم طلب مني طلب ان احنا لقانا نكون احنا جالسين، فما يصير مهزوم وما نفذ لطلبه. بس سؤال، ليش تبينا نسوي اللقاء احنا جالسين؟ لان صراحه يعني تعرف عقب الركض وكذا نبغى نرتاح. ليه انت اللي تركض؟ لا مو ما اركض، اركض البعير بس ابغاك تشوف الارضيه، ارضيه الدوره ما هي بوكيه اليوم، والهواء بعد ما بوكيه. ايوه في اشياء يعني ما عملنا استعدادات لها يعني. بعد اعذار، بعد عطني اعذار. ما في اعذار، لا والله ما في اعذار، بس يعني ما تشوف الارضيه الحين ما هي ممسوحه ولا بوكي، والهواء بعد يعني البعير ما تجهز، وصالح يعني انطلق بعيره قدام بعيري. لحظه، انت قلت البعير ما تجهز؟ لا مو البعير، يعني المكان إيه. مو بلايق لي إيه. وصالح بعد انطلق قدام بعيري. اي اوكي بعد انا جاهز، لو نعيد السباق ثاني مره نعيد ما عندي مشكله. ناموس مساء الخير. ناموس اليمين. وش رايك في عذاره؟ أنا ما برد، أنت رد عليه. الأعذار وايدة. أنا ما موافق على السباق ذا. خليه هنا في استقباري. قول وفعل. خلاص. أنا ختمتها إني سبقتهم، صحتها بغرشة المعدة الحين يشرب ماك. أشوفها قبل شوي مو ماخذ لها غرشة، ماخذ لها ثلاث أغراش وهي يشرب. وما ارتوى لحد الحين. ارتويت؟ ولا عاد أجيب لك غرشة باي؟ عيد السباق. ما معك إعادة سباق. ليش؟ بس هذا ظلم ما يصير. ظلم ليه؟ ظلم، الأرضية مي بوكي. لحظة، أنا بس سؤال. والانطلاقة مي بوكي. زين أنا بس سؤال، أنت تقول الأرضية مو بوكي وفي هواء. نعم. صالح كان يركض الحالة يعني على الهواء ولا يركض معك على نفس الأرضية؟ يركض معي بس انطلق قدامي. خليك معي. والهواء اللي يناحرك، مهم نفس الهواء اللي هو يناحره؟ بل. طيب. ها بس أنا مالك أنا من الجهة ذي، أنا ما يصير إني أسوق من الجهة، لازم أسوق من ذا. المفروض إني أنا اللي من يسار هو اللي من يمين عشان أنا أسوق. طيب جميل. فهذا الناموس ان شاء الله ابو سعيد ويستاهل. يستاهل. الله يوفق يوفق جميع المشاهدين ان شاء الله، يوفق اخواننا كله. جميل يعني سوالفك وخفه ظلك في الكلام هذا جميل. ما يحتاج، لازم
بس ممكن نقول ان الشباب صالح غلب اليوم الخبره. ما نبي نقول انك شايب. لا انا ما انا بشايب، لكن هذا توفيق من رب العالمين ويستاهل ابو سعيد. يستاهل. لكن ان شاء الله باذن الله في الايام الجايه انا اتحدى. كفو. ما راح اخليه. لا تحداك المره. من هنا منا تحدي. والله انا انصحه لا شافني في الدوره ما عاد ياتي. ما حد يجيك؟ ما عاد يجيني. يعني إذا شافني في الركضة ما عاد يشارك. يعني حتى ما تقول ما هو بيتحداك. لا يتحداني. أنا بنفذ بسبقه داري مثل ما سبقتها قبل شوي بسبقه مليون مرة. يعني بالعربي يقول لا شفتها في الدورة جنب منه كذا. أنا ترى بيني وبينهم يعني مناظرات من قبل. إيه. وأكثر من مرة أسبقه هو يدري بالشيء ذا. إحنا علينا اللي طلع على الشاشة. اللي طلع على الشاشه هذا اليوم انا والله اللي صراحة طلع على ما نبغى ضمبه وانا يطلع 24 ساعه وانا 24 ساعه دائما تسجل دائما طال عمرك انا ابغيكم تعيدون السباق الحين ولا شوفوا النحل انا ما براضي بالسباق هذا رايك واحنا نحترمه لكن قواعد التحدي هذا ما في اعاده يعطيك العافيه الله يعافيك ما قصرت في ظل وجهك يرحم والديك وبتستاهل الناموس بس بجائزه هذا التحدي 50 كيس شعير تحدي جميل جدا بيض الله وجهكم يا حسن وجهك. هذا البرنامج اللي أثلج صدور المشاهدين والله العظيم إني أنا من المتابعين واليوم قاعدين من المشاركين والله إنه برنامج ناجح وبيض الله وجهكم وبالعكس وسعت وخطرنا واستأنست وجهك تقول أثلج صدور المشاهدين نعم. وصدرك أنت الحين والله إنه الحين ثلاجة بس ما عليك خلي الكاميرا تقطع وأنت عالم بيض الله وجهه بريك ابن سالم و صالح بن سعيد بيض الله وجهكم ما قصرتوا تحدي جميل الحميميه اللي شفناها قبل شوي يعني شفناك بريك اول ما خلص اللقاء اول ما خلص التحدي رحت صوب صالح وحضنته وشليته اكيد ناموسي ناموسه واحد من الفرحه يعني ولا من شيء ثاني؟ اي والله من الفرحه اكيد علم الله انه من الفرحه في نفس الوقت ودي اضرب بحلقة لكن انت الكاميرا تتابعني ما اقدر بنهاية هذه الفقرة نشكر ونبارك لصالح بن سعيد فوزه هذا التحدي ونقول سائل البريك بن سالم معوض خير انتهينا من هذا التحدي وما زلنا معاكم نواصل تحديات حلقتنا لهذا اليوم خلكم معانا رجعنا لكم من ميدان لوسيل بعد غياب ثلاث حلقات مع فقرة الرماية خلونا نتعرف على ضيوفنا في حلقة الليلة والله احنا اليوم جايين هنا ميدان لوسيل وفي تحدي خاص بيني وبين اخوي سعيد وان شاء الله افوز عليه انا جاي خلي الداب يبطل يرمي بالشوزن خليه اهزمه اليوم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا السلام عليكم سلام ورحمه الله حيا السلام مرحبا عليكم السلام ورحمه الله يا مرحبا يا مرحبا حمد بن محمد بن جرحب وسعيد بن محمد الصومالي مرحبا بكم مرحبا بالطول عمرك عارفين انتم جايين وين اي عارفين انا عارف وين جاي وين جاي جاي هزمه من البدايه من البدايه نعم ايش رايك ما اتوقع بيرمي بعشر ما اتوقع حتى يصيد واحده بيني وبينك يعني الصومالي ما بس أظن. انا وعدك انه ما عاد يجيك مره ثانيه انه ما يتاهل انه ما يجي مره ثانيه انه يرمي انه ما يتاهل اني انا لا تاهل يعني انت واثق من نفسك عليك اللي ماله قديم ماله جديد على طاري القديم علمنا سالفه تركب الاستاذ يا اخي انت تدور الاستاذ راحت لي سالفه دامك جبت طاري القديم ايش رايك تبيع لا لا لازم يعلمنا علمنا لازم. خلي المشاهدين بعد يعرفون سالفتها سلفتها ارمي لي ارنب واقعمت اخوي يسوق. ايه. ويوم اقعمت جيت برميها في خالفة السيارة. والمشفقت عليها نسيت مخمص انه في منكبي. وجا على طول وجهي وانا صدتها بس مخمص صد وجهي. جعلك ما تشوف شر. وياكم. بس اهم شيء انك صدتها. بس وانت صدتني الحين. شلون؟ سالتني مباشر ما اقدر اقول لك لا. طيب معناته ابو محمد الرجال يعني عنده خلفية والرجال يرمي ويقنص من زمان. انت وش خلفيتك بقى وش خبرتك ما عندي ما عندي خلفيه لكن الصومالي دائما هزمه يعني هو قاعد ينشط الهجم لا ينشط الهجم في اكثر من الحين بيروح يدفع غرامه 50000 تواجهنا طال عمرك في اكثر من شوط وانا دائما انتصر على الصومالي ولا هو بغريب اذا انتصرت عليه هو ينتصر لكن يروح يدفع غرامه هو الجيش ياخذها والله طيب يعني انت بتاخذ قضاك منه هنا في لوسيل ارويك الحين
هذا ما فيه فحص ترى. بدون فحص بس ما يعلموك ما في فحص. جميل هذا التحدي ما بين اخواني حمد وسعيد، يعني الكل جاي ومتحمس يبي يفوز بجائزة هذه الفقرة. طبعا نشرح لكم اياها، هذه الفقرة لكل واحد فيكم 15 طلقة، خمس طلقات اولى تجريبية غير محتسبة، ومن بعدها 10 طلقات محتسبة لكل واحد فيكم. المتأهل اللي بيفوز ان شاء الله راح يفوز بجائزة هذه الفقرة راكب آلي، واللي بيحصل على نتيجة عالية راح يتأهل معنا الى نهاية الموسم ويتأهل معنا الى الجائزة الكبرى. الى الان اعلى نتيجة جابوها الشباب اللي هي 7 طلقات من 10، كم طلقة بتجيب؟ 10 من 10. كفو. ومحمد؟ والله اكثر من الصومالي مهما كان العدد اللي عنده، اكثر منه طلقات. نعم. 10 اصلا. شوف الحين ادرك انها ما عنده الا الاعلام بس يتكلم. طقت 10 بتجيب 11 بعطيك اياها، بنقص لك واحده بعطيك اياها. نشوف نشوف. جميل جدا. مشاهدينا خلونا ما نطول هنا وخلونا نبتدي الرمايه ونشوف من اللي راح يفوز بفقره اليوم، تنافس اليوم. خلونا راح نعرف من اللي يبتدي معاكم، ولا متفاهمين بينكم؟ اللي هو يبغي يبدأ أبدأ يلا ربك تصدق ونحسبها لك بعد، ترى الخمس محسوبها لك. خلاص بيض الله وجهك. هذه من عنده بس مو من قانون الـ لا مو طيب. طيب إذا راح نبتدي معاك راح نبتدي مع حمد محمد بن جرحب الداب اللي مشهور عنه في الريس إنه دائما يغلب سعيد بن محمد الصومالي. بنشوف في ميدان لوسيل سعيد راح يغلبه ولا لا، خلونا نشوف. تفضل. هذا حمد الحين بيبتدي الرمايه وبيبتدي اول 5 طلقات تجريبيه. تهقى ايش بيجيب من التجريبيه؟ ما شاء الله كان بيجيب 0. ما شاء الله عليك انت. شوف الحين شوف هذه اول نقطه. هذه راحت ما جابها. حمد 5 طلقات تجريبية جبت منها 2. شوف قول ما صلى على النبي الصومالي. ايه؟ اخر واحده فيه. لا اله الا الله. هل ترمو ما عليك بالصومالي. هذه اول طلقه صادها استجابه. جاب طلقه من اصل 4. جابها. الحين اخر طلقه. ما تقدر تصيدها كلش ما تقدر. يعطيك العافيه ابو محمد. 5 طلقات من اصل 10، هذا انت اللي جبته وقلت بتجيب اعلى من سعيد. خلينا نشوف سعيد ايش بيسوي. بيجيب 3 اثنتين اتوقع. 3 اثنتين؟ يلا سعيد خلينا نروح نشوف. ما قصرت. ليه تضحك؟ رجال هداف ويصيد الأرانب ويصيد. كابتن سعيد خلص 5 طلقات تجريبية، كم جاب منها؟ 1 من 5. واحدة من 5. هنا. سعيد هلا وين بتغلبه؟ بتشوف هذه تجريبية عشان ما ينظرني. والله زين اوكي يلا بنشوف. الان انتهت 5 طلقات تجريبية، نبتدي معاه 10 طلقات المحتسبة. الى الان تضحك، ترى توها 3 طلقة. بعد واحد. كابتن لحظة قبل ما يرمي كم الحين وصل له؟ 6 أصفار. 6 طلقات. ولا 6 ما شيء. والله ما عاد أصيد من هالشيء.
للنصيب. ماشي. لا ما عندي مصايدها. انا تعطل مني. قوم خلنا نروح له. اسيد. شو اللي صار؟ وقفتني مره واحده. انت اللي ظاهر انك تعطينا من السوالف ما عندك شيء. اي زين. حس بالظاهر. ما يخالف. فك فك غترتك ونزل السماعه. زين. انت تدري انك انت جبت رقم قياسي في ذي الفقره؟ اي نعم. تدري؟ 0 من 10. خلي الكاميرا تشوفك. لا لا ما عليك خلها بس عدل غترتك، خلي الناس يشوفونك بعد النتيجه هذه اللي يعني تسجل في البرنامج. وانت مستانس ها؟ انت تدري؟ لا تدري ايش قال قدام ادخل؟ ايه قال والله لما تذكر الله ما تصيد. الحين شوف واحده ما لا بس السوالف وكذا، الحين قلنا بتجيب رغم حتى المدرب يمكن ما يقدر يجيب. علشان شيء خيالي. علشان اشجعك بس لعلمك ترى بنعطيهم اسمك كامل يحطون على اسمك بلوك برا، ممنوع تدخل انت. وحده ما تجيب الصومالي. طيب خلينا انا ما اقدر اقول شيء. خلينا ناخذ راي الكابتن. كابتن ناصر النوبي كابتن وحكم دولي يعطيك العافيه. الله يعافيك يا مرحبا. كابتن شلون شفت الشباب؟ الشباب يا مرحبا بهم، لكن طبعا عندنا اسلوب الرمايه دائما الاعصاب هادئه والتنافس يكون يعني بهدوء. لكن الاخ سعيد جاء متحمس زياده على اللزوم فاخذ العكس. ولهذا صفر 10 أصفار من 10. طبعا هذا رقم احلى رقم مر عليكم، ايش رايك؟ هذا رقم قياسي عندنا في هذه الفقره وهذه المسابقه، ما قد احد جابه. السومالي دائما يتحفنا باشياء المميزه، فهو الان سجل رسمي عندنا، اول متنافس حضر معنا وجاب 0 من 10. نعم. الأخ حمد بن محمد ما شاء الله عليه، طبعا متعود على رماية برا في القنص فكان متمكن يعني، فلهذا استطاع أن يأتي ب5 من 10. سعيد الرجال شو كان يقول؟ يقول إن الأرنب اللي في تركمانستان وش فيها؟ حلب؟ حصلناها سعيد 100% أنا محصلها ميتة جاهزة قدام. يعني هو ما صادها؟ ما صاد. جعلك ما تغدي أرنب. يعطيك العافية. طيب شو تقول لحمد الحين بما أنه هو فاز عليك؟ بتقول له مبروك ولا لا؟ والله شوي مو بواجد، مبروك شوي يعني 5% على 5 اللي هو صار. بيقول مبروك في الميدان. بعد؟ نعم. طيب. بيقول في سهل الناموس وهم من شعوره نفس الحين يوم متحمس. طيب بيكون بينك وبينه تحدي في الهجن؟ وميدان يا حميدان. ميدان يا حميدان، يعطيك العافيه ابو محمد. كلمه اخيره منك ابو محمد. بيض الله وجيهكم وهارد لك يا سعيد الصومالي، ومهما سويت ما تقدر تفوز علينا. يعطيك العافيه سعيد محمد الصومالي. وياك. نتيجه تسجل لاول مره في البرنامج 0 من 10. نبارك لك حمد بن محمد بن جرحب فوزك في هذا التنافس. شكرا لك كابتن ناصر النوبي مدرب وحكم دولي. إذا مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا مع هذول الضيوف المميزين اللي امتعونا معاكم. انتظرونا في حلقتنا الجديدة من ميدان الهجن.